شنو الحجم اللي يشيلها مال الكبسول؟ يشيلها نمبر 4 اللي هي او 150 ملي جرام. هذه الشغله النقطه الثانيه، هسه راح تشوفون هي نفس الشيء، هذه المساله وذيك المساله. الشغله الثانيه انه هذه ال 130 اللي خليته بال 150 حجم مال الكبسول، انت عندك ايش قد؟ عندك 10 كبسولات. فال 130 لازم شنو اقل الكميه الرئيسيه مالتي كلية. ال 130 في 10 سويت ايش صارت؟ صارت 1300، يعني حتى احضر 10 كبسولات. ام ال 130 احتاج كميه من هاي الماده اللي تدريك مقدارها ايش قد؟ 1300. زين الكبسول مالتي يشيل ايش قد كميه؟ يشيل 150 ملي جرام، اذا انا اريد 10 صار عندي ايش قد؟ 1500 ملي جرام. الفرق بين ذي الكميتين هي راح يطلع لي مقدار الجليون اللي احتاجه، اللي هو اللاكتوز. ايش قد احتاج؟ اضيف فوق ال 1300 حتى تنملي الكبسوله. الكبسوله تصير كامله. انت عندك 1500 تطرح منها ل 1300، ايش قد راح يبقى؟ يبقى 200. اذا انا احتاج اخلي بالضبط اخلي فوق ال 1300 اخلي 200 حتى اذن 10 كبسولات ينملن بشكل كامل. لان انت اذا تخلي كل كبسوله 130 راح يبقى 20 ملي جرام فارغ. فانت اذا لازم تحتاج كل كبسوله تخلي 20 20 20 20 20 يعني راح تحتاج 10 كبسولات 200 ماشي؟ راح تنملي الكبسوله بشكل كامل. هذه المساله لا جاي لك انها انه هو مطيق باراسيتو. فالسيتور حضر 500 بس الوزن ما تلقى 600، هذا الفرق الكمية هي عبارة عن اكسبيا ضايفين اديتيف ويا يعني ضايفين اكو هنا اديتيف بالمادة، ضايفين لابريكان، ضايفين ديليون، ضايفين ادهر مادة تمنع شو اسمه الادهر اسبل، كل المواد ضايفيها ذي يسمون شنو اكسبيانت بالصناعة مالت من مال التابلت مالت. قال لك حضر لك كبسول بالكبسوله الواحده يريد 650 ملي جرام. انت تجي اول شيء اول خطوه هذه 650 اللي اريد احضرها من هذا التابلت ابو 500 الوزن مال الحبايه الواحده ايش قد؟ 600 ملي جرام هي والعده مالتها هي لك 600. اول شيء يريد مني يريد احضر من عنده كبسول عدد ايش قد؟ لا احنا ايش قلنا؟ هو يطلب من عندك هناك كميه، انت اول شيء تلقائيا تضيف اكسترا ايش قد؟ 2. هو قال لك اريد 8، هناك قال لك اريد 8. انت شو تخلي فوقها؟ تخلي 2 اضافيات تقول هسه صار عندي 10 كبسول. انا هذه ال 500 موجودة بال 600 اللي انت راح تطحنها 600 حتى تحضر من عندها 650 بالكبسولة الوحدة. زين انت بالكبسولة هذه اللي راح تطحنها ال 500 وياها اكسبيان وتريد تحضر من عندها حب او الكبسول موجود بكل وحدة من 650. ال 650 ايش قد تقريبا راح يصير وياها؟ او مو تقريبا، انت هذه اللي طحنتها ام 600 وبيها 500 ملي جرام حتى تحضر كبسوله ابو 650. ايش قد راح يصير ويا ابو 650 من الاديتيف من الاكسبيانت؟ راح يصير 780. 780 من عندها 650 راح يصير هو شنو؟ الباراسيتور والباقي هو الاديتيف اللي اجى منها الحب اللي طحنته. فانت الحبايه ام 600 اجيت طحنتها وتريد تحضر من عندها شنو؟ 650. مو؟ ام 650 ايش قد راح يصير وياها؟ ويا الوحده من عندها؟ بالكبسوله ايش قد راح يصير اديتيف؟ راح يصير 780 يعني فوق ال 650 عندك 130 ملي جرام هو اديتيف او اكسبيان اجاني من هاي الحبايه اللي طحنتها او الحب اللي طحنته مال ابو 500 ملي جرام. يعني 500 ملي جرام مو صافي. 500 ملي جرام ويا 100 ملي جرام إضافية هي عبارة عن مواد إضافية اكسبيان. فهذني من تطحنهن تريد تحضر 650، 650 هم راح يصير فوقها مواد إضافية جتي من هاي الأصل الحب اللي طحنته.
فاذن 650 راح يصير فوقها 130 يعني راح يصير 780 ملي جرام. هذا 780 ملي جرام اللي راح يصير بالكبسوله الوحده اللي هي عباره عن بيها 650 بالاضافه للديتل اللي اجاني من هذا. ايش قد راح يا حجم يشيلها؟ هناك قبل كان عندي 130 قلت 130 طلعت السائج انه احتاج كبسوله مال 150. هذا 780 شنو السائج هسه نحتاجه؟ بالضبط راح احتاج ان انا هسه ام ال 1000 ملي جرام اللي هي 30. هسه طلعت شنو السائج؟ هذه الخطوه الاولى اللي احتاجها. بقى شنو احتاج؟ احتاج انا اشوف ايش قد كميه مال لاكتوز اذا احتاجها اضيفه حتى تكمل الحجم مال الكبسوله تنمي بشكل كامل. شلون اعرف كميه الدريون؟ لازم اطلع كميه. كميه مالت من؟ مال الماده مالتي الباودر اللي اريد اخليه بالعشر كبسولات. ونقص من الكميه مالت من الحجم مال الكبسولات اللي انا اختاريتها. انت هنا عندك هي تحتاج 10 كبسول. 10 كبسول كل وحده شنو هي 650 650 650. يعني انا احتاج 6500 ملي جرام من ماده الباراسيتول. زين اذا انا عندي بالوحده بالحبايه الوحده موجود بها 500، انا احتاج اذا احضر 10 احتاج 6500. اذا 6500 كم حبايه اطحن من هاي ال 500 حتى احصل على كميه توفي انه انا احصل على 6500؟ 13 حبايه اطحن 13 حبايه ام 500 حتى احصل بها كميه من الاكتيف انجريدينت اللي هو الباراسيتول احصل بها على 6500. طلعت ان انا احتاج 13 تابلت. هذا ال 13 تابلت اللي راح تطحنها من ام 500 هي مو وزنها 500، هي وزنها الحقيقي 600 بس فيها 500 ملي جرام من الباراسيتول. ال 13 في 600 صار 7800، 7800 هذه الكمية كاملة أقدر أشيلها وأخليها بكل كبسولة أم الألف. لكن أنت بتخلي 780 بكل كبسولة أم الألف راح يبقى فراغ عندك مقدار أجل 220 حتى يصير ألف. أنت راح تخلي 780 بس هذه الكمية مال 10 كبسولات. يعني 780 على 10 راح معناها أنت بكل كبسولة عندك العفو 7800 كل كبسولة عندك 780 تخلي. راح يبقى فراغ بالكبسولة. ليش؟ لأن الكبسولة مالتك عندك أم الألف. فالألف في 10 10000 إيش قد راح أحتاج دليون؟ ال 10000 ناقص 7800 بقى عندي أحتاج 1200 أضيفها فوق ال 7800 صار عندي 10000 أخبطهم راح أشوف أن الكبسولة راح تكمل بشكل كامل. يعني بتوزع ال 10000 يعني هذا الفرق خليه فوق ال 7800 صار عندك 10000 يعني كل كبسوله اللي هي 1000 1000 اذا انا هسه استوفيت صار عندك الكبسوله انملت بشكل كامل. فصار عندك انت شغلتين تحتاجها من هالسنه. السايز طلعت هناك كانت الماده بيور قبل رحت قلت ال 130 تحتاج السايز حجم 150. هنا عندك شنو؟ عندك لا قال لك 650 انت اذا تطحن حب بي اكسبيانت فلازم تطلع من 650 ايش قد عاد هي ويا هاي اكسبيانت من انا طحنت لها حب او ال 150 او ال 500 طلع 780. رحت قلت هاي 780 ايش قد حجم كبسوله يشيلها؟ فطلعت هسه اول خطوه انه انا من انا اثنيناتنا نحتاجين حجم الكبسوله. هناك كان قبل 150 هنا 780 ابو ال 1000. تيجي على الخطوه اللي مشتركه ايضا بيناتها هناك ايش قد احتاج يا دريون؟ الكبسول ابو ال 150 انت عندك 10 اريد نحضر صار 1500 عندك الكميه ايش قد؟ 1300 هناك طرحت الكميتين احتاجت 200. هنا لا الكبسول عندك ابو ال 1000 عندك 10 كبسولات صحيح؟ يعني عندك تحتاج 10000 حجم تطرح من عندك ايش قد؟ 7800 مو؟
7800 الكمية مالتنا اللي احتاجها حتى احضر منه حتى احضر الكمية مال 10 كبسولات ومال 650 فتطرح 10000 ناقص 7800 اذا نحتاج مليون كيلوتين لاكتوز 2200 اضيف على 7800 حتى تنمي الكبسولة بشكل كامل. اكو شيء بيها؟